البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال المصنف رحمه الله وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال الشارح رحمه الله: المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم، أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام، ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، ذكره ابن القيم رحمه الله. وقوله أئن ذكرتم، أي من أجل أننا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال أخرج مسلم زيادة ولا نوء من حديث أبي هريرة، وزيادة ولا غول من حديث جابر. قد يفهم أن زيادة ولا غول في حديث أبي هريرة وإنما من حديث جابر. قال الشارح رحمه الله: قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدثه. فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وحديث لا عدوى ثابت عن أبي هريرة من طرق وعن جماعة من الصحابة كما سيأتي. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة: أنس بن مالك حديثه في الصحيحين، وجابر بن عبد الله في صحيح مسلم، والسائب بن يزيد أيضا عند مسلم، وابن عمر في الصحيحين وغيرهم. وفي بعض روايات هذا الحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، علقه البخاري في الصحيح، وهو موصول خارجه بإسناد صحيح. وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقد أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وهذا يتوافق مع كل ما ذكر في الحديث: ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، كل هذه
منفية أنها تؤثر، إلا الطيرة فهي منفية من أصلها تأثيرا وسببا. وتلك سيأتي التفاصيل فيها، بعضها منفي التأثير والسبب والوجود من أصله، وبعضها موجودة ولكن النفي لتأثيرها، أي الشيء موجود وليس نفيا لوجوده بالكلية. الأنواع موجودة ولكنها ليست سببا ولا مؤثرة. شهر صفر موجود ولكنه لا يؤثر وليس بسبب. الغول أيضا، الشياطين كانت تعترض الناس، سيأتي تفاصيل ذلك في الشر. فهذا المعنى يتوافق مع جميع ما ذكر. أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقال لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله تعالى. وليحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء شيئا، قالها ثلاثا. فقال عربي يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبر العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. قلنا صحيح لغيره، الراوي علي بن مسعود رجل مبهم ولكن يتقوى بشواهده، له شواهد تقوى بها. قال فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أن يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة، ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. وقد أخذ به الإمام أحمد، أما الحديث فهو ضعيف، أخرجه أبو داود الترمذي وغيرهما، وفي سنده المفضل بن فضال البصري وهو غير المصري، والبصري ضعيف. وقد أنكر عليه هذا الحديث، وصوب العقيلي أنه موقوف على سلمان فوهم فيه المفضل وخالفه الثقات، فرووه عن سلمان رضي الله عنه موقوفا، وهو أنه كان يشتري الطعام ويجعل المجذوم يأكل معه، وهو ثابت عن سلمان رضي الله عنه وسنده صحيح كما في مصنف ابن أبي شيبة. وضعف الحديث الألباني رحمه الله في الضعيفة. قال وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم، أي أنهم أكلوا مع المجذوم. أثر عمر رضي الله عنه صحيح، خرجه عبد الرزاق ومن طريق أبي الزناد عن عمر رضي الله عنه ولم يدركه. ثم وجدت له إسنادين آخرين، أحدهما أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار، من طريق ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن جعفر عن عمر به. الثاني أخرجه الطبري
في المصدر السابق طريق شييم بن ديييم البكري البكري عن عمر ومجهول الحال، ترجمته في التاريخ الكبير. ثم وجدت الأثر طريقا صحيحا عند ابن سعد أخرجه، قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان قال قال أبو الزناد حدثني خارجة بن زيد أن عمر الخطاب، فذكر الأثر في أكل عمر مع المكذوم، وهذا إسناد صحيح. والسند الأول عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن جعفر، إن كان عبد الله بن جعفر هو الصحابي فهو أيضا إسناد حسن، من أجل ابن إسحاق. قال أثر ابن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة والطبري في تهذيب الآثار، وفيه رجل مبهم. أثر ابن عمر لم يثبت، ثبت عن عمر وعن سلمان. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر، قاله ابن رجب رحمه الله. أثر خالد بن الوليد صحيح، أخرجه أحمد في فضائل الصحابة عن سفيان عن إسماعيل وابن أبي خالد عن قيس وابن أبي حازم عن خالد بن الوليد أنه أوتي بسم في غزوة مؤتة، فقال ما هذا؟ قال السم، قال بسم الله فشربه. وهذا إسناد صحيح، وإسماعيل وابن أبي خالد وقيس وابن أبي حازم. أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مشيه على دجلة، كان في فتح القادسية وهي مشهورة، لكنها من طريق سيف بن عمر الضبي وهو متروك، مؤرخ مشهور، لم تثبت. وأثر أبي مسلم الخولاني أخرجه ابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة، قال حدثنا أبو موسى هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو الناظر عن سليمان بن المغيرة قال انتهى أبو مسلم الخولاني إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال هل تفقدون شيئا؟ فندعو الله عز وجل. ورواه البيهقي في الدلائل منجن آخر عن هارون عبد الله الفضل بن سهل. قلت وقصة سعد لا يبدو وقوعها فهو مستجاب الدعوة، ظاهرها الصحة، هذه سليمان بن المغيرة يروي عن أبي مسلم الخولاني، ظاهر رجال ثقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.